اروح هاتفيا للدوحه زميلي العزيز المتالق دايما احمد المسيري. برحب بيك يا احمد، وطمني ايه لاخر الاخبار واخر الاستعدادات الخاصه بالمؤتمر الصحفي لكلا المديرين الفنيين سواء للهلال او نادي الزمالك. برحب بيك زميل عزيز فتح الله سودان، وبرحب بكل مشاهدي اون لاين في كل مكان. نحن الان متواجدون في استاد لوسيل، والذي سيحتضن المباراه الهامه والمرتقبه بين الزمالك بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي. منذ لحظات قليله كان هناك المؤتمر الصحفي الذي عقد من جانب الجهاز الفني لفريق الهلال التحقيق السعودي، وحضروا دياز المدير الفني وعبد الله المعيوب حارس المرمى. يمكن المؤتمر تم توجيه العديد من الاسئله لرامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي، واكد انه بيتمنى ان المباراه تكون جميله تجمع بين فريقين كبيرين وابطال في الدوري المحلي. قال ان فريقه جاهز بشكل جيد جدا جدا لتقديم مباراه كبيره امام بطل الدوري المصري. اكد ايضا ان السوشيال ميديا وضحت وقربت المسافات تماما، وان هو يعرف كل كبيره وصغيره عن فريق الزمالك، وانه فخور ان هو بيدرب حوالي 60 او 70% من لاعبي الهلال من قوام المنتخب السعودي الذي سيشارك في كاس العالم 2022. ايضا يمكن عبد الله المعيوب كابتن وحارس مرمى فريق الهلال قال ان المباراه مهمه بالنسبه لنا، وسنقدم كل شيء من اجل الخروج بنتيجه ايجابيه امام فريق نادي الزمالك. يمكن كان هناك مداعبه من بعض الصحفيين لعبد الله المعيوب، وقال له هل هتكون هناك مباراه جانبيه بينك وبين شيكابالا نجم فريق الزمالك؟ فضحك المعيوب واكد ان هو بيعمل حساب مش لشيكابالا بس، من اول حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد للمدافعين، ان هو بيعمل حساب لكل لاعبي الزمالك اللي قدموا مردود جيد ونجحوا في الحصول على لقب الدوري المصري. يمكن بعد حوالي 15 دقيقه من الان سيجري فريق الهلال تدريبه الاخير على ملعب لوسيل. يمكن احنا شايفين التجهيزات الان بدات من اجل نزول اللاعبين لاداء المران الاخير على ملعب لوسيل، والذي سيحتضن هذه المباراه الهامه. طب خليني اقول لك برضه، يمكن غالبيه تذاكر المباراه نفذت، يمكن اسعار التذاكر عايز اقول لك عليها يمكن كانت مناسبه للجميع هنا في قطر ولكل محبي نادي الزمالك. اسعار التذاكر هنا تراوحت ما بين 40 و80 و150 و200 ريال قطري، يعني يمكن ال 40 توازي مثلا حوالي 200 جنيه مصري. يمكن التذاكر قاربت على النفاذ بالفعل. طب خليني سريع اسالك، يمكن رامون دياز يمكن قال ان السوشيال ميديا بشكل كبير جدا عن نادي الزمالك، لكن اكيد يمكن ما يعرفش طموحات نادي الزمالك ايه، يمكن هو عنده خبره ب او يعني درايه اكيد بنتائج الفرق المصريه مع الهلال. هل حد اتكلم في هذه النقطه؟ يمكن مباراته السابقه مع نادي الزمالك في الرياض للهلال السعودي، وايضا مباراه نادي الاهلي مع الهلال في كاس العالم للانديه اللي اطاحت بالجهاز الفني السابق للهلال، هل تحدث وتطرق لده؟ هل عنده يعني نوع من انواع اللي انا حابب ان انا اعمل نتيجه ايجابيه لتعويض هذه النتائج السلبيه امام نادي الزمالك في هذه المباراه؟ يمكن احد الصحفيين المصريين اللي كان متواجد في المؤتمر الصحفي قبل سبق، وانت لعبت نادي الزمالك عندما كنت تتولى القياده الفنيه لفريق بيراميدز، قال الوضع اختلف الان، انا ادرب فريق الهلال، فريق الهلال فريق كبير ويضم مجموعه من ابرز اللاعبين على مستوى مش المملكه او الوطن العربي، على مستوى اسيا خاصه، وان بيضم كثيرا من المحترفين الاجانب. يعني فريق الهلال السعودي بيضم 8 محترفين اجانب. فقط هو المدافع الكوري الجنوبي هانج سو هو الذي سيغيب عن هذه المباراة، وأيضا هو غاب عن الثلاث مباريات التي خاضهم فريق الهلال في الدوري السعودي. يمكن فريق الهلال خاض 3 مباريات في الدوري السعودي، فاز على الخليج 2-0، ثم على الفيحاء بنفس النتيجة 2-0، وأخيرا على الفتح منذ يومين أو ثلاثة تحديدا بهدف نظيف. أيضا
واحد من نجوم فريق الهلال واللي غاب في مباراه التتويج في نهايه الموسم الماضي امام الفيصلي السعودي اللي توج فيها الهلال بلقب الدوري السعودي وهو النجم سلمان الفرجي. شارك في مباراه الفتح الاخيره وظهر بشكل جيد واكثر من رائع ومن المنتظر ان يتم الدفع به في هذه المباراه. ايضا اداره الهلال تلقت اخبار منذ يومين بمشاركه نجم الفريق محمد كنو والموقوف من قبل لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي لكره القدم، لكن محمد كنو اعتقد لغيابه فترات طويله عن المشاركه مع الهلال سيجلس على مصاعد البدلاء في هذه المباراه. ايضا كان هسألك أنا عبد الله المعيوبي حارس المرمى، أكيد في كلمته تطرق للدوافع فريق نادي الهلال في حضوره في هذه المباراة، هل بتحس في هذه المباراة إن هو جايين فعلا بطولة زي ما يمكن هتكلم معاك في نادي الزمالك وفيريرا اللي هو حاسم الموضوع من قبل ما يسافر للدوحة إن الموضوع بالنسبة له هو بطولة فعلية، ولا جايين يأدوا أداء مباراة ممكن تكون استعراضية على الملعب اللي يمكن هيستضيف جولات من منتخب من كأس العالم القادم 2022 بالدوحة وحتى المباراة النهائية، وهيبقى زي ما احنا عارفين طبعا المباراة تحت اشراف الفيفا، حاسس ان هي المساله معاهم فيها جديه حاسب من تصريحاته ان هو حابب يعوض النتائج اللي يمكن اتكلمنا فيها قبل كده سواء امام نادي الزمالك في الرياض او النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ بالتاكيد الجميع يحمل هذه المباراه على محمل الجد. يمكن عبد الله المحلوف تم توجيه سؤال ليه قال له انتوا هتلاعبوا فريق الارجنتين في كاس العالم 2022 على هذا الملعب، صحيح قال اللي احنا بنتمنى ان احنا نقدم مباراه كبيره ونكتسب الخبرات في اداء في الاداء على هذا الملعب. الحقيقه الملعب بيتطلع تحفه معماريه، يعني المهم احنا متواجدين في الملعب، حقيقه ملعب جميل جدا يسع لاكثر من 80,000 متفرج. بالتاكيد زي ما نادي الزمالك مهتم بهذه المباراه وانها بطوله هامه، ايضا فريق الهلال يسعى للتتويج بها وايضا للصقر من الانديه المصريه سواء النادي الاهلي اللي انهزم امامه بنتيجه ثقيله في مونديال العالم للانديه او ايضا خسارته للسوبر المصري السعودي امام نادي الزمالك خصمه غدا بهدفين مقابل هدف وده واحد. كله اكيد يا احمد تحت مظله واحده الا وهي مظله الروح الرياضيه ما بين الشقيقين الهلال والزمالك او ما بين الفريقين المصري والسعودي، وده شق لا يختلف عليه احد وده انا متاكد منه بالتاكيد. يعني بالتاكيد زي ما انت بتقول الروح جميله جدا حتى ما بين جماهير الناديين، شفنا بعض الجماهير الهلاليه كانت متواجده في فندق اقامه نادي الزمالك تريد التقاط بعض الصور التذكاريه مع لاعبي نادي الزمالك، لكن الحقيقه أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة فرض نوع من السرية وعدم يعني منع دخول أي حد بالقرب من اللاعبين للحفاظ على تركيزهم في المباراة الهامة والتي ستقام غدا. يمكن الكل حتى الجماهير الهلالية متوقعة أن المباراة هتكون صعبة جدا 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 خاصة بأن فريق الزمالك يعني يقود هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على لقبين وهما لقب كأس مصر وأيضا لقب الدوري المصري، فبالتأكيد الكل متأكد والكل على قد على يعني على صفة كبيرة أن المباراة ستكون مثيرة من الجانبين سواء من جانب الزمالك أو الهلال السعودي. خلينا بقى نتكلم ونسال عن نادي الزمالك، ماذا بعد عن الخطه؟ يعني التوقيت دلوقتي الزمالك هل في مران ام خلاص انتهى من مران وهيخش مؤتمر الصحفي الخاص بفريرا؟ هو يمكن فريق الزمالك وانا يمكن قلت في مداخله سابقه معاك ان فريق الزمالك وصل في تمام الساعه الخامسه من مساء امس، يمكن مستر فريرا المدير الفني كان حريص على عدم اراحه اللاعبين واصر ان الفريق يقود مران على احد البلاعب القريبه من فندق الاقامه، وضح الحقيقه النديه والروح المعنويه الكبيره التي يؤدي بها لاعبي الزمالك المران، والحقيقه ظهر اكثر من لاعب بشكل اكثر من رائع. يمكن اللي كان الجميل امبارح يا فتح الله ان جمهور الزمالك واللي احتشد بالالاف امام فندق اقامه اللاعبين وظل يحيي اللاعبين ويهتف باسمائهم وطالبهم بضروره تحقيق الفوز في هذه المباراه
ويمكن كانت الهدافات اكتوبر يا زمالك يعني كانت يعني الحقيقه، ويمكن النجم شيكابالا نال الجزء الاكبر من هتافات الجماهير، وايضا زيزو وعواد الحقيقه يعني وفيريرا الحقيقه نالوا تحيه كبيره من الجماهير، ووضح يعني انعكاس هذا الاستقبال الكبير على وجوه اللاعبين الحقيقه اللي شعروا بنوع من السعاده لمؤازره ودعم هذا العدد الكبير من الجماهير، سواء الجماهير المصريه الموجوده في قطر او الجماهير المصريه التي حضرت من القاهره خصيصا لمؤازره ودعم نادي الزمالك في هذه المباراه. مسيري كده يا شباب ريحه كاس العالم كده وانت موجود هناك، يعني المنافسات والجمهور والمؤتمرات الصحفيه، قول لي كده حاسس بالجو ده ولا لا؟ الحقيقه يمكن درجه الحراره هنا مرتفعه، يمكن نسبه الرطوبه عاليه جدا وصلت الى 60%، درجه الحراره يمكن بتصل الى حوالي 37 او 40 نهارا، بتنخفض الى 32 درجه مئويه مساء، وده يمكن اللي ممكن يعني يسبب نوع من القلق شويه للاعبي الزمالك اللي مش متعودين على خوض هذه المباريات. يعني في مكيفات في ملعب المباراه، وكان ده من التقنيات اللي عملها اللي عملتها الدوحه او قطر تحديدا لاستضافه كاس العالم عشان يبقى في تهويه بشكل مختلف في الملعب. يعني هو الحقيقه ملعب المباراه زي ما انا قلت لك تحفه معماريه، والملعب يمكن يعني جزء كبير منه مكيف، يعني يمكن احنا نشعر حتى الان انا موجود الان في الدور الخامس وهو المكان المخصص للاعلاميين، لم يعني يمكن الواحد لم يشعر ببروده الجو او تاثير التكييفات التي تم تشغيلها في هذا التوقيت، يمكن سيتم تشغيلها غدا اثناء المباراه وستنعكس على الحضور الجماهيري الكبير من المتوقع ان يصل الى 80,000 متفرج، طبعا جماهير كبيره جدا ايضا وفدت من المملكه العربيه السعوديه لدعم ومؤازره فريق الهلال. مسيري اكيد اكيد انا يعني نواصف اللي انت حطيتنا في ادق التفاصيل وهتنقلنا لسه كمان ادق التفاصيل، واحنا مستمرين معاك اكيد، وهنشوف كمان معاك مؤتمر نادي الزمالك. بشكرك مؤقتا لحين العوده مره ثانيه ولتغطيه احداث المؤتمر الخاص بنادي الزمالك.